الأمور الإدارية ثبتوا أكثر من 280 ألف محاضر يمكن؟ أكثر من 330 ألف محاضر. 330 ألف محاضر. نعم. شو وقت يستلمون رواتبهم وشنو رواتبهم راح تكون متراكمة؟ هسه اليوم الموازنة انقرت يعني شيء بالشيء يذكر دكتور على مود يعني للطفة أنه مجرد ما انقرت الموازنة ثاني يوم اتصلوا علينا قالوا شو وقت نستلم رواتبنا؟ فالعالم ما حقهم يعني يداومون بالمجان من سنين طويلة وعندهم تبعات واستحقاقات ويريدوا يفرحون بهذه. احنا بعد بنقول لهم محاضرين، هم صاروا زملائنا وضمن الملاكات التربوية والتدريسية، ونقول لهم نبارك لهم على الدوام، بس نقول لهم شوي يخففون علينا انه ما يردون يروحون للأطراف. كافي مناشدات؟ إذا يناشدون انه يبقون بالمراكز. احنا نقول لهم ان شاء الله بمجرد توصل لنا الموازنة، يعني انا متاكد انه هذا الشهر باذن الله توصل لنا. يعني يستلمون على الشهر اللي بعده؟ يستلمون على الشهر. يعني على الشهر اللي بعده، هم كانوا يتمنون خطيه على هذا الشهر يستلمون. لا هو احنا بس تجينا محضرين القوائم مالتهم بالمناسبه، لانه ما صدرنا للامر الوزاري، خلاص هو صار على الملاك، وكل واحد حسب شهادته وتخصصه وحسب درجته الوظيفيه تم تثبيته. بمجرد تجينا الرواتب تنطلق لهم. يعني بالنسبه لي وراح تتحول على الماستر كارت مالتهم. بالنسبة لرواتبهم على الشهر الثامن إن شاء الله ويأخذون متراكم من بداية السنة بإذن الله.